الموقف ده انا حاطط ايد عليه من 4 سنين. مش لوحدك يا عم جابر، ما انا كنت موجود معاك. ما قلتش حاجه، احنا الاثنين حطينا ايدينا عليه مع بعض. يعني ايه حاطين ايديكوا عليه؟ اشتريتوه من الحكومه؟ اجرتوه؟ لا يا معلم، حطينا ايدينا عليه ولا مؤاخذه، وقفنا فيه لقط رزقنا. اللي عاوز يركن عربيته نركنها له، اللي عايز يبيت العربيه يبيتها، وهي كلها بترزق. طب وايه المشكله؟ شوف يا ابو الرجال، انت كبرنا وحبينا، وانت اللي هتحكم بينه وبين النص. قول ما طولش. مش مرتاحين مع بعض، مفيش امان. يا انا شيل يا هو شيل، ونتراضى. انا عارض عليه 20. وانا عشان خاطر مجايه الوحش بقى مش هقبل اقل من 30. تشرب ايه يا ابو الرجال؟ انا بقول نقسم البلد نصين، انت تدفع له 25 وتفضلوا اصحابه حبايب. وانا مش هكسر لك كلام ابدا يا ابو الرجال. خلاص يا نص، هدي لك 25 بقى. 25 ايه؟ 25,000 جنيه. لقيتك عندنا ما بتقرش بدهب يا ابو الرجال. امسك. ايه دول؟ 10 بواكي، 10,000 جنيه، من انا والنص. ربنا يخليك لينا يا ابو الرجال. سلام يا ريس. الفلوس دي من حقك يا زكي، انت ما ضربتش حد على ايده، ده رزق يا اخويا وجالنا البيت عندنا. الفلوس دي تمن خوف الناس مني. سيبهم يخافوا، خليهم على امام، ما هو القط ما يحبش الا خناقه. بس انا كمان الخوف ما عاشش جوايا، ما يسيبوني في حالي. لا لا، الزمان ده محدش بيسيب حد في حاله، يا تعيش وحش يا هياكلونا الكلاب. والحظ جالك لغايه بابك وخبط عليك وفتح لك دراعاته، والدليل اهو قدام عينيك. مش هيظهر، مش هيظهر، مش هيظهر، مش هيظهر، مش هيظهر. انا مش عايز غير راحه بالي، عايز اعيش زي كل الناس ما هي عايشه. ما اقدرش اعيش وسكينه في ايديا وسكينه متسلطه على رقبتي. ما اقدرش اعيش وسط ناس خايفين مني، وانا كل يوم خوفي منهم بيزيد. ما اقدرش، انا لازم اهرب، لازم نهرب. منين ما تروح هتلاقي ناس زي شطا وابو شنب، ناس تخاف وناس تخوف. خد الفلوس يا زكي، خلينا نعيش، بلاش تضعف. ما اقدرش اعيش عمري كله لابس توب غير توبي. تعبت عليا، تعبت، يا ريت اموت. زكي زكي زكي، ما تخافيش، انا اضعف من اللي موت نفسي. ارجع يا زكي، ارجع عشان خاطري. الله أكبر، الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مالك يا زكي؟ خايف يا مولانا. من ناس ولا من نفسك؟ من نفسي ومن الناس، بيزرعوا الشر جوايا. الشر جنون واخره ندم. ما عدتش قادر اعيش وسطيهم. عشان ترتاح يا ابني لازم تتوقع منهم الشر قبل الخير. بس انا بحب لهم الخير يا مولانا. الخير موجود والشر برضه موجود، ودي سنة الحياة. خايف اضعف ابقى زيهم. الخير قوي وشر الناس. الشر دايما ضعيف وجبان. اتجه الى الله واذكره ينجيك ويهديك. يلا يا زكي، يلا يا ابني روح بيتك. السلام عليكم. مع السلامة يا ابني.
صالح ومتضايق اخر مضايق. عارفين انا مين؟ انا ابو الرجال، انا الوحش. يا لهوي، عازم الله يخربشك. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ انا اللي عايز. يالا عايز ايه؟ عايزك تسحف على ايديك ورجليك وتعيط زي النسوان. سيبوني، ما تقولش على حد. على مهلكوا عليه يا وحش حنين. تخطي العتبة تواحدة. انت مين؟ انا الوحش يا زكي، وحش لبست ثوب رمخت اسمي في الارض. على فين؟ ده احنا ولاد ليل والنهار لسه ما طلعش. بقى انت يا جعير، انت سرقت، قتلت، نهبت، حرقت. ايه؟ ليه تلبس توب غير توبك؟ انا ما لبستش توب غير توبي. انا وحش زيك. مش مصدقني؟ اسألوا الناس، اسألوا البوليس، اسألوا الصحافة، اسألوا التلفزيون. هم قالوا ان انا مش طيب، قالوا ان انا وحش. الله يخرب بيتك، فوقتني. رجعوهم مطرح ما جبتوه، ما بقاش منه فايدة. هنسيبه يروح ازاي؟ الضرب في الميت حرام ابو دومة. اللي زي الواد ده لو فضل بعقله يومين تبقى امه ده عياله. خدوه. محدش يحط ايده عليا، انا الوحش. انا قتلت ونهبت وسرقت، انا الوحش، انا الوحش. انا ابن الليل وملك البراري، انا اللي نشفت ميه النيل، انا اللي علحت زرع الاخضر من ارض وزرعتها حشيش، انا اللي بزرع ومحدش بيزرع غيري، انا اللي بقدم العيال وادوع الخل، انا الوحش. أنا وحش الوحوش، أنا أبو الرجال. هو دلوقتي محتاج للراحة أكتر من أي حاجة تانية، وتديله حقنة كل 12 ساعة. عن إذنك. فينك يا طيب؟ فينك يا أبا؟ فينك يا أبا؟ فينك يا طيب؟ فينك؟ فينك يا طيب؟ أه.